السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده إن شاء الله هنكمل آخر جزء في الشابتر بتاع المواد الهندسية. الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبله اتكلمنا عن الخواص الميكانيكية واتكلمنا عن الخواص الطبيعية والخواص الكيميائية، شرحنا كل حاجة فيهم بالتفصيل، قلنا ايه الخواص اللي تهمني وبستخدمها في ايه، اتكلمنا عن أنواع الأحمال واتكلمنا عن كل خاصية بتهمني بالنسبة للحمل اللي جاي عندي على المنشأ بتاعي. في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن آخر حاجة تهمني بالنسبة لكل المواد، هي معامل الأمان. يعني ايه معامل الأمان؟ معامل الأمان ده رقم بجيبه أقسم عليه الـ F ultimate بتاعتي عشان أجيب الـ F design. ايه الـ F ultimate والـ F design؟ الـ F ultimate هو أقصى إجهاد عندي، أقصى إجهاد ممكن تتحمله المادة بتاعتي. الـ F design هو الإجهاد اللي أنا بشيله لها فعلي اللي مسموح بيه، فبقول إن هو أصلا معامل الأمان أنا بجيبه منين؟ أنا بجيب الـ F ultimate وأقسمها على الـ F design فطلع لي رقم معامل الأمان. بس أنا لما باجي أشتغل أنا بيبقى عندي معامل الأمان وعندي الـ F ultimate فبجيب منها الـ F work. طيب هو معامل الأمان ده بقى بيعبر عن ايه؟ الرقم ده الفاكتور ده بيعبر عن ايه؟ هو بيعبر عن مدى ثقتي في الحسابات والمواد اللي انا بشتغل بيها. يعني ايه؟ يعني لو انا حاسبة الأحمال اللي على المنشأ بنسبة دقة 100%، فانا كده عندي ثقتي في الحسابات بتاعتي دي 100%. لو انا واثقة ان المواد اللي انا بشتغل بيها دي مواد مثالية فكده انا ثقتي في المواد دي 100%. فبالنسبة لي لما اجي اجيب ال F working وال F ultimate هلاقي ان الاتنين نفس الرقم، فهلاقي ان ال N بتاعي بواحد. طيب انا ده اللي بيعبر عنه معامل الامان. من هنا جت فكرة، هو انا ليه اصلا حطيت معامل امان؟ انا اصلا حطيت معامل امان عشان ده اللي مش بيحصل في الحقيقة. انا في الحقيقة ما عنديش حاجة اسمها حسابات دقيقة 100%، ما عنديش حاجة اسمها مواد مثالية 100%. دايما بيبقى فيه نسبة خطأ، بيبقى فيه الناس اللي بتشتغل بتعمل لي برضو نسبة خطأ، المكن، الأدوات اللي بشتغل بيها وهكذا. فمن هنا جت فكرة ان انا اعمل معامل امين عشان ابقى واثقة ان الارقام بتاعتي والحسابات بتاعتي طالعة صح 100%. طيب معامل الامان بقى بيعتمد على 3 حاجات مهمين، بيعتمد على دقة حسابات الأحمال وأهمية كل جزء في المنشأ والتغير في خواص المواد. يعني ايه كل واحدة؟ دقة حساب الأحمال يعني أنا خدت أحمال قد ايه على المنشأ. لو أنا حسبت إن المنشأ ده شايل وزنه بس يبقى أنا كده دقة الأحمال بتاعتي ضعيفة. لو أنا قلت إن المنشأ ده شايل وزنه وشايل وزن الحاجات اللي أنا هحطها فيه أو الوزن اللي هيجيلي من الاستخدام بتاع المنشأ ده، يبقى أنا يعني حساباتي بقت صح قريبة شوية. لكن لو قلت بقى ان لا المنشأ بتاعي ده شايل وزنه وشايل كمان الحمل اللي هيجيلي من الاستخدام بتاعه وشايل حمل رياح وفي احتمال يبقى عندي حمل زلازل كمان، لا ده انا كده الدقة بتاعتي بقت عالية. وهكذا كل ما باخد احمال اكتر بيتعرض لها المنشأ كل ما معامل الامان بتاعي بقى رقم اقل، لان انا خدت في حسابي كل الاحمال اللي جاية عليه، فانا بقيت واثقة ان المنشأ بتاعي ده هيشيل الاحمال دي. طيب تاني حاجة، أهمية كل جزء في المنشأ. أنا عندي في المنشآت الأساسات والعمدان مثلا بتبقى أهم حاجة، دي اللي شايلة المبنى بتاعي. فبقول إن مثلا أنا بصمم العمدان والأساسات على معامل أمان 5 أو 6، رقم كبير جدا، عشان أضمن إن العمود بتاعي ده والأساسات اللي أنا حطاها هتفضل سليمة ميحصلش فيها مشاكل. دي اللي شايلة المنشأ بتاعي كله. في حين ان انا عندي مثلا الخرسانة بتشيل 300 كيلو جرام على سنتيمتر سكوير، بس انا بشيل العمود حوالي 50 أو 60، رقم قليل جدا. لو الجزء بتاعي مش مهم، مثلا انا بتكلم عن حيطة او بتكلم عن حوائط داخلية، بتكلم عن بلاطات مش مهمة قوي زي العمدان والقمامات بتاعتي والاساسات، وعامل الامان بتاعها بيبقى اقل. بعد كده التغير في خواص المواد. انا المواد بتاعتي كلها مش مواد متجانسه، في مواد متجانسه زي مثلا الصلب
انا لما باجي اشتغل بالصلب ده مادة متجانسة، فمعامل الامان بتاعه بيبقى 1.5، 1.4، رقم صغير. لكن مثلا مادة زي الخرسانة هنلاقي ان معامل الامان بتاعها تقريبا 5. ليه 5؟ المادة دي مش مادة متجانسة. خرسانة عبارة عن خليط من مواد كتير، جبتهم وعملت بيهم خليط الخرسانة، فالمواد بتاعتي مش كلها هتشيل نفس الحمل، في مواد هتشيل حمل أقل من مواد تانية. فمن هنا طلعت فكرة إن كل ما كانت المادة بتاعتي متجانسة كل ما معامل الأمان بتاعها بقى أقل، لأن أنا ضامنة إن المادة كلها هتشيل نفس الحمل، فلو حطيت عليها حمل كبير أنا ضامنة إن هي كلها هتشيل الحمل ده، فخلاص مفيهاش مشكلة. لكن لو أنا حطيت حمل كبير على المادة بتاعتي وفي مادة من المكونات بتاعتها مش بتشيل الحمل ده، هيحصل عندي مشاكل. فمن هنا جات لي التغير في خواص المواد، ان كل ما كانت المادة متجانسة والارقام بتاعتها لما اجي اختبارها قريبة من بعض، كل ما معامل الامان بتاعها بقى يبقى اقل، يعني المادة دي هتقدر تشيل احمال اكتر. طيب هو انا بشتغل بايه؟ انا دقة حساب الاحمال دي تقريبا يعني structure بقى وكده، أهمية كل جزء في المنشأ برضو مش محتاجة حسابات. لكن التغير في خواص المواد دي بيبقى رقم أنا بحكم بيه، أنا ما مينفعش أقول المادة دي متجانسة أو متجانسة كده في العموم، لأ بجيب حاجة اسمها معامل الاختلاف coefficient of variation، ده رقم بقول بيه إن المادة بتاعتي دي كويسة أنا هشتغل بيها أو المادة بتاعتي دي مش كويسة. بحسبه ازاي؟ قانون بسيط بيقول ان ال V بتساوي S D على ال X بار في 100. ال S D دي حاجة اسمها الانحراف المعياري، ال X بار ده المتوسط بتاعي، فبنقول ان ال X بار هو summation ال X على ال N، وال S D هو القانون الطويل ده، ال X بار ناقص ال N 1 سكوير زائد ال X بار ناقص ال N 2 سكوير زائد ال X بار ناقص ال N 3 سكوير وهكذا على ال N ناقص 1. ايه الرموز دي بقى؟ الاكس دي هو كل قيمة طلعت لي من الاختبار، والان دي عدد العينات بتاعتي. فانا لو قلت مثلا عندي اكزامبل كده، جبت خليط خرسانة وخدت منه عينات واختبرتها، فالعينات دي اتكسرت على الارقام دول، كل عينة اتكسرت على رقم من دول، 400 و320 و350 و300. طيب انا عايز اعرف بقى الخرسانة بتاعتي دي التجانس بتاعها كويس كده هعرف اشتغل بيها ولا لا. هاجي اقول تمام، انا هحسب الاكس بار بتاعتها 400 زائد 320 زائد 350 على 300 زائد 300 على 4، جبت المتوسط 342.5. تمام، راجع اقعد في قانون الاس دي، الاكس بار ناقص 400 سكوير، بعد كده الاكس بار ناقص 320 سكوير وهكذا، كل قيمة اطرح الاكس بار واطرح منها الاكس بتاعتي الارقام اللي طلعت لي، واروح اقسمها الباقي على كله على ان ناقص 1. هنا هم عندي 4 عينات فهيبقى 4 ناقص 1، جبت ال اس دي، اروح معوضة في قانون معامل الاختلاف، طلع لي رقم 12.7%. هعمل بقى ايه بالرقم ده؟ انا كده عرفت ان معامل الاختلاف بتاع المادة بتاعتي 12.7. هقول بقى يا المادة دي ينفع اشتغل بيها ولا لأ ازاي؟ باجي كده اشوف الكود حاطط لي ارقام بقارن بيها، فبيقول ان لو كانت ال V اقل من 5 يبقى المادة دي بتاعتي دي بيرفكت، دي مادة متجانسة 100%. لو كانت ال V من 5 ل 10 فالمادة بتاعتي دي مادة كويسة، التجانس بتاعها عالي. لو كانت من 10 ل 15 فدي مادة accepted، مقبول اشتغل بيها. لكن لو طلعت اكتر من 15 دي مادة مش كويسة، التجانس بتاعها قليل جدا ومينفعش اشتغل بيها زي ما هي كده. فبالنسبة للرقم بتاعي ده هو طلع 12.7، يعني من 10 ل 15 فالمادة دي اكسبتد خلاص، الخرسانة خليط الخرسانة بتاعي ده مقبول. دي كل حاجة بالنسبة لمعامل الأمان. احنا معامل الأمان عادة احنا مش بنحسبه، هو أرقام محفوظة لكل مادة، كل حاجة بشتغل بيها أنا عارفة معامل الأمان بتاعها كام. بنسبة 95% هو بيديك معامل الأمان ويطلب منك ال FDesign. احنا في شغلنا احنا بنطلع
الأرقام اللي هنعمل عليها ديزاين، فهو بنسبة 95% بيديك ال F ultimate أو بيخليك تحسبها، بعد كده يقولك طب هاتلي ال F بقى ديزاين اللي أنا هشتغل عليه. ده بالنسبة لمعامل الأمين. طيب احنا قلنا احنا المواد بتاعتنا بنختببها، أنا لما باجي اختبر أي مادة بختببها بإيه؟ بختبرها يا إما باختبار بسيط ما فيهوش مكن أو بمكن. الاختبارات اللي فيها مكن بقى، المكن ده أنا عايزاه يطلع لي أرقام دقيقة بنسبة 100%، مش عايزة يبقى عندي مثلا ايرور بنسبة مثلا 10% ولا 20%، لأ ده ايرور كبير قوي، أنا مش عايزة ده. أنا عايزة إن الأرقام تبقى يعني مثلا الأكيوسي بتاعتها مثلا 98 97 حاجة كده، يعني رقم بسيط، الفرق عندي بقى رقم بسيط. طيب هو أنا هضمن منين بقى إن المكن بتاعي ده هيطلع لي أرقام دقيقة 100%؟ مش هضمن غير لما اختبر المكن ده واتأكد منه. فمن هنا جالي حاجة اسمها اختبار المعايرة. يعني ايه اختبار المعايرة؟ ده بالظبط اختبار بتأكد بيه من صحة القرايات والنواتج اللي طالعالي من المكنة بتاعتي. بجيب حاجة اسمها جهاز معايرة، في أجهزة معروفة معينة، بجيب جهاز منهم وابتدي اختبر بيه المكنة بتاعتي دي. طب بختبرها امتى؟ بختبرها في 3 أوقات، لو المكنة بتاعتي اتنقلت من مكانها، وكل فترة زمنية كده لما اجي اعمل لها صيانة، واول ما اصنعها، وكمان في حالة رابعة كده لو المكنة بتاعتي دي اتخبطت. انا خدت بالي مثلا المؤشر بتاعها مش جاي عند الزيرو، في لخبطة كده. الحاجات دي كلها انا لازم اعمل تشيك على المكنة دي واتأكد ان هي الارقام بتاعتها صح او لا. طيب بعمل الاختبار ده ازاي؟ اول حاجة بنجيب الجهاز المعاينة بتاعنا ونثبته مكان العينة. انا المادة دي بحط فيها عينات اختبار، فبدل ما احط عينة لا انا هحط جهاز المعاينة، وبعد كده اشغل المكنة وابتدي احملها بالتدريج على فترات كده، ابتدي ازود الحمل بتاعها، ما زودوش مرة واحدة، وكل فترة اخد قراية المكنة وقراية جهاز المعاينة بتاعي. جهاز المعاينة بيطلع لي قراية اللود اللي عليه، والمكنه بتطلع لي قرايه اللود اللي هي حطاها على العينه بتاعتي، فانا باخد القرايتين دول كل فتره، وبعد كده اسجلهم في جدول وابتدي احسب لهم نسبه الخطا، كل قرايه اشوف فيها نسبه خطا كام، واروح حطاها برضو في الجدول بتاعي، وبعد كده باخد النتائج دي واعملها في منحنى، ويبقى عندي جدول بنسبه الخطا ومنحنى عليه الكيرف بتاع نسبة الخطأ، دول معروفين لكل مكنة. لما اجي اشتغل بيها اجي اقول طب انا طلعت القرايات بتاعتي 1 2 3، اتأكد بقى ان القرايات دي ما فيهاش غلطة، لو فيها خطأ ابتدي اصلحها بالايرور اللي انا عارفاه. طب نشوف اكزامبل على الكلام ده، انا عندي هنا هو كان يديني قرايات المكنة بتاعت الاختبار، كانت 10 و20 و30 و40 و50. لما جيت أشوف آيات جهاز المعايرة لقيتها لأ، 10 و2 من 10 و21 و3 من 10 29.5 41 و3 من 10 و51.5، القرايات مش كلها زي بعضها، القرايات مختلفة. فأقول خلاص أنا هحسب لكل قراية من دول، هحسب لكل قراية كده نسبة الخطأ بتاعي. فبيقول إن نسبة الخطأ قراية المكنة ناقص قراية جهاز المعايرة على قراية جهاز المعايرة في 100، فهتبقى بالنسبة مثلا لأول قراية 10 ناقص 10 و2 من 10 على 10 و2 من 10 في 100، طلعتلي نسبة الخطأ بنيجاتيف 1.96، دي نسبة الخطأ بتاعتي. ليه نسبة الخطأ طلعت بالنيجاتيف؟ لأن المكنة قرأت رقم أقل من الرقم المفروض تقراه. لو المكنة قارية رقم أزيد هلاقي إن نسبة الخطأ بتاعتي طالعة بالبوزيتيف، فهبتدي أحسب بقى كل قراية عوض في القانون ده وأحسب لها نسبة الخطأ بتاعتها، وأروح حطها تحت القرايات بتاعتها في الجدول، وأخد الجدول ده أرسم بيه كيرف بين نسبة الخطأ
وقراية المكان. طب ليه مش برسم حلقة المعايمة؟ حلقة المعايمة دي أنا حطها بس عشان أعرف القرايات بتاعتي ايه. أنا مش ما يهمنيش قرايتها ايه أصلا، أنا كل القرايات دي باخدها أحسب بيها نسبة الخطأ وخلاص، مش عايزاها بعد كده. أنا عايزة قراية المكنة عشان أعرف الايرور بتاعي فين، الخطأ بيطلع لي عند أنه حمل. فهاخد الكومتين دول وارسم ما بينهم كيرف، ده الكيرف بتاعي اهو. هنا نسبة الخطأ على المحور الرأسي وقراية المكنة على المحور الأفقي، واجي بقى احط كل نقطة على الكيرف بتاعي واوصلهم بخطوط مستقيمة. طب وبعدين؟ بعدين هو كان قال لي ان انا عندي نسبة خطأ مسموح بيها 2%. عادة لما ما بيديش مثلا نسبة الخطأ المسموح بيها بعتبرها 1%، فنسبة الخطأ 2%، اروح جاية عند 2% في البوستيف وشادة كده خط دوتات، وعند نيجاتيف 2 اروح شد خط تاني واشوف الخط بتاعي ده بيقطع الكيرف فين. همشي كده معايا هلاقي ان هو بيقطع الكيرف هنا، فاجي عند النقطة دي واروح طالعة منها بخط مستقيم لفوق بخط رأسي كده واكمل، لقيته بيقطع عند النقطة دي فاروح جاية عندها وطالعة بخط تاني رأسي، وجيت هنا لقيته بيقطع هنا فبرضه اروح واخدة منها خط رأسي. طب وبالنسبة لهنا هو ما بيقطعش، طب ايه الخط ده؟ لا هو مش شرط ان هو لازم يبقى بيقطع الكيرف عشان يبقى عندي ايرور، لا هو طالما الكيرف بتاعي اصلا تحت الخط ده يبقى انا الجزء ده هنا في الايرور بتاعي، الجزء ده بيطلع لي قرايات مش صح. فانا اقول خلاص انا هاجي من اخر نقطة كده مش في الكيرف بتاعي، مش قاطعة في الخط، واروح واخدة برضه منها خط كده رأسي لغاية فوق لان دي اخر نقطة في الكيرف بتاعي. هنا اول نقطة ما خدناش منها خط لان هي اصلا كانت جوه الحدود المسموح بيها، لكن دي براها. طيب وبعد بقى ما خدت الخطوط دي هعمل ايه؟ هاجي اقول له تمام، الجزء بقى اللي في المتهشر ده كده كله من الخطوط اللي هو الجزء ده كده والجزء ده كده انا عندي فيه نسبة ابر. طيب انا هعمل بيها ايه بقى؟ لما اجي اشتغل بعد كده بالمكنة بتاعتي طلع لي مثلا ان هي الحمل بتاعي مثلا ب 19، فانا هاجي هنا كده وابص على 19 والاقي ان 19 دي طالعه لي في الجزء بتاع الايرور، في هنا مشكله. فخلاص هاجي عند ال 19 وانزل منها اشوف هو الايرور بتاعي فين كام، انزل بالبوابات كده مقطع الكيرف بتاعي واروح اشوف الايرور كان كام، واخد الايرور ده وارجع اعوض تاني في قانون الايرور بتاعي اللي انا جبت منه نسبة الخطأ اصلا في الاول. بس بدل ما يبقى عندي انا الاول كان عندي القراية بتاعة المكنة والقراية بتاعة الجهاز المعاير، لا انا المرة دي عندي قراية المكنة ونسبة الخطأ، هعوض في القانون واجيب القراية الحقيقية اللي هي بتاعة الجهاز المعاير. زي هنا مثلا كده اكزامبل كان قايل لي ان انا عندي القراية بتاعة المكنة بتاعتي طلعاني ب 26 وال نسبة الخطأ هي مكانتش على الكيرف ده كانت مديني نسبة الخطأ ب 0.2، فأنا خدت نسبة الخطأ بتاعتي دي وعوضت بيها في القانون جبت البي الحقيقية ومنها جبت الإف المفروض هي موجودة على الحمل بتاعي. فده بالنسبة للمعايرة بتاعتي، أنا بعمل المعايرة المكان الاختبار كلها حتى لو بشتغل بميزان انا بعمل له معايرة، اي مكان اي جهاز بشتغل بيه لازم اعمل له معايرة، بتفرق الطريقة من جهاز لجهاز بس دي عموما الطريقة اللي بتبقى ماشية على المكان بتاعي كله. ده بالنسبة للمعايرة، ده كل حاجة بالنسبة لأول شابتر. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن اختبار الشد، نبتدي فيه اختبار الشد هو من أهم الاختبارات فهنتكلم فيه في كذا فيديو إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا فهمتوا. السلام عليكم ورحمة الله.